ميليشيات الكرامة تستهدف محور الافتايح بقذائف عشوائية وتحذيرات بتفاقم الأزمة الإنسانية في مدينة درنة. بويصير يقول إن حالة حفتر الصحية لا تسمح له بالعودة إلى تولي مسؤولياته في المستقبل القريب. والمؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب يؤكد في بيانه الختامي ضرورة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الظاهرة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة أخبار العاصمة. أهلا بكم. ذكر مسؤول الملف الأمني بمدينة درنة العميد يحيى الوسطى عمر أن محور الفتايح شهد ليلة الاثنين إطلاق نار عشوائي من قبل ميليشيات الكرامة دون أي إصابات بشرية تذكر. الوسطى في اتصال مع قناة النبأ أوضح بأن الرماية التي وصفها بالاستفزازية أدت إلى سقوط قذائف على مزارع مواطنين وإتلاف بعض محتوياتها، ومؤكدا بأن الرماية تأتي في إطار تأجيج الحرب وإشعال نار الفتنة خاصة بعد الخلاف الحاصل داخل معسكر الكرامة حول محاصرة درنة. هذا وحذر عضو تجمع أهالي درنة هويدي الجزيري من تفاقم الأزمة الإنسانية داخل مدينة درنة، وذلك بعد تعطل الخدمات الصحية وانقطاع مياه الشرب. الجزيري وفي تصريح للنبأ أوضح أن مستشفيات المدينة خاصة الهريش تعاني نقصا حادا في الإمدادات الطبية والأدوية، إضافة إلى انقطاع مياه الشرب على الأحياء السكنية بسبب منع ميليشيات الكرامة وصول الوقود المشغل لمحطات التحلية. هذا وقال ناطق باسم ميليشيات الكرامة أحمد المسماري إن الإعداد لشن الهجوم الشامل والكامل على مدينة درنة قد بدأ بقيادة الناظور والحاسي. وفي سياق متصل نفى مجلس شورى مجاهدي درنة أي تحركات للميليشيات في المدينة، وقائلا إن ما يتداول هو عبارة عن تهجيج إعلامي. تطورات تطرح تساؤلات عن جدية هذا الإعلان في ظل الأنباء المتداولة عن موت خليفة حفتر. أرتال وتحشيدات عسكرية مستمرة وإعلان للحرب لكن بقالب إعلامي يترافق أحيانا بقصف متقطع. يبدو أنه توجه جديد لميليشيات الكرامة لإبعاد الأضواء عن الوضع الصحي لقائدهم خليفة حفتر الذي يشوبه الغموض إلى الآن. الزاهرة درنة المحاصرة كانت الوسيلة لذلك من خلال إعلان رئيس أركان الميليشيات عبد الرزق الناظوري لساعة الصفر لبدء اقتحام المدينة عقب اجتماع بحث فيه آخر تحضيراتهم للهجوم. لكن لافت هذه المرة غياب حفتر عن الاجتماع وعدم صدور القرار عنها. مسؤول الإعلام بمجلس شورى مجاهدي درنة محمد المنصوري سارع في نفي وجود أي تحركات للميليشيات، مؤكدا أن الغرض من الترويج لهذا الخبر رفع معنويات عناصر حفتر. تطورات سبقتها دعوات وتحشيدات عسكرية على مشارف المدينة قبل أن يؤكدها الناطق باسم الميليشيات أحمد المسماري الذي أعرب عن نيتهم اقتحام درنة مهما كانت الظروف. المعركة المعلنة لن تكون دون حلفاء حفتر ومصر التي شارك طيرانها سابقا في قصف المدينة في المقدمة. العربي الجديد ونقلا عن مصادر برلمانية ليبية لم تسمها أكدت مشاركة قوات مصرية في استعدادات ميليشيات الكرامة للهجوم على درنة. وفي تفسير لسبب اللجوء هذه المرة للاستعانة بالمصريين تشير العربي الجديد إلى غضب حفتر من بعض حلفائه القبليين وضباط مقربين منه ذهبوا للتفكير بتعيين شخصية بديلة عنه في منصبه الحالي بسبب مرضه. أعيان المدن المجاورة لم ينجر وراء إعلان الحرب على درنة، فمسؤول الملف الأمني العميد يحيى الوسطى عمر أكد أن قبيلة العبدات طالبت بالالتحام مع المدينة بدلا من الاقتحام. كلام سبقه تأكيدات من القبيلة ذاتها أن أعيانها اجتمعوا مع آمر كتيبة أولياء الدم المحاصرة لدرنة واتفقوا على المصالحة وتشكيل لجنة للتفاوض وإنهاء الحصار سلميا.
تبع ذلك دعوة أعيان من قبيلتي البرعصة والحاسة أبناؤهم من ميليشيات الكرامة المحاصرين للمدينة إلى الانسحاب بعد توصل أعيان العبدات ودرنا إلى حلول لتسوية الأزمة. بين تهديدات قوات حفتر ومحاولة أعيان المدن المجاورة لتحقيق المصالحة، تعيش درنا حالة من الانتظار الحذر على أمل الانفراج الأزمة التي تشهدها المدينة من حصار خانق طال سنوات عدة. وفي سياق متصل، طالب عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الأحصادي طالب رئيس المجلس الرئيسي المقترح فايز السراج بتحمل مسؤولياته تجاه التصعيد العسكري في درنة. وشدد الأحصادي في تغريدة له عبر تويتر على ضرورة تدخل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمبعوث الأممي غسان سلامة لإيقاف التحريض والدعوات لاقتحام المدينة. كما طالب عضو مجلس الدولة أعيان ومشايخ برقة بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والتاريخية اتجاه المدينة. كشف محمد بويصير المستشار السياسي السابق لقائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر أن حالة حفتر الصحية لا تسمح له بالعودة إلى تولي مسؤولياته في المستقبل القريب لإصابته بجلطة في الدماغ. وذكر بويصير في تصريحات لصحيفة العربي الجديد بأن حفتر موجود فعليا في أحد مستشفيات باريس رفقة بعض أفراد أسرته ومدير مكتبه عون الفرجاني لبحث ترتيبات من سيخلفه. هذا وأشار بويصير إلى أن خلافة حفتر ستحسم أو تحسم بإشراف من المخابرات الفرنسية، ومرجحا بأن يرشح عبد السلام الحاسي أمر لغرفة عمليات ميليشيات الكرامة ويجري استبعاد الناظور من قائمة الترشيحات بحسب قوله. مع قرب انتهاء مدة 48 ساعة التي أعلنتها ميليشيات الكرامة لعودة حفتر إلى ليبيا، عاد المتحدث باسم ميليشيات الكرامة أحمد المسماري على قناة العربية الحدث يوم الأحد يقول إن قرار العودة يعود لحفتر متى أراد. حقيقة نحن في انتظار عودة للوطن بإذن الله سالما، كل المستعدين الآن لاستقباله، ننتظر في العودة، وهذا الأمر والقرار يعود إليه متى ما يعود. سننشر صورا وقد نعقد مؤتمرا صحفيا خاصا بعودة. وكان أمر قوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي المقترح محمد الزين قال إن قرار تأسيس القوة يعكس إرادة ليبيا لمشاركة المجتمع الدولي في وضع تعريف محدد للإرهاب ومن ثم محاربته ودحره. تصريحات الزين تأتي خلال المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب الذي نظم بالعاصمة طرابلس تحت شعار ليبيا في مواجهة الإرهاب الواقع والتحديات. وحضر الملتقى عدد من السفراء وممثلين عن البعثة الأممية في ليبيا. إن قرار تأسيس قوة مكافحة الإرهاب في ليبيا يعكس الإرادة السياسية للدولة ورغبتها في مشاركة المجتمع الدولي والعمل معه لوضع تعريف دولي محدد للإرهاب ومن ثم محاصرته وتجفيف منابعه ودحره بكافة أشكاله. وفي هذا الإطار فإننا نتطلع دائما لتضافر الجهود ولدعم الأصدقاء.
أكد البيان الختامي للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب المنعقد بطرابلس أكد ضرورة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة ظاهرة تتشارك فيها جميع المؤسسات ذات العلاقة. ضرورة الشروع في وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف تتشارك في إعدادها كافة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة. الدعوة إلى عدم الربط بين مفهوم الإرهاب والدين، فلا يوجد إرهاب ديني، وإنما هناك إرهابيون يستخدمون الدين كوسيلة لتحقيق مآربهم. وكذلك التأكيد على أن الإرهاب هو ظاهرة يجب معالجتها بمختلف الوسائل، بما في ذلك الوسائل الفكرية والثقافية والتربوية والتعليمية. ومن جانبه طالب رئيس غرفة عمليات البنان المرصوص اللواء بشير القاضي طلب خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب المجلس الرئاسي المقترح بدعم جرح عملية البنان المرصوص الذين لا يزالون يقدمون تضحياتهم للوطن. اليوم نجد أن عملية البنيان المرصوص أو من بقى في عملية البنيان المرصوص ولم ينضم إلى قوة حماية سرت أو قوة مكافحة الإرهاب تم تجاهلهم بالكامل. الآن نعاني ونطلب من المجلس ومن السيد النائب الأول للمجلس الرئاسي زيادة دعم الجرحى وأسر الشهداء. هذا وأكد الناطق باسم قوة مكافحة الإرهاب العميد عبد السلام المسعودي أن مكافحة الإرهاب تستوجب وضع استراتيجية لدحره، وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي. قوة مكافحة الإرهاب صدر لها قرار من قائد الأعلى للجيش الليبي رقم 37 في سنة 2016، وتم البدء بإنشائها في شهر 6/2017. وقامت بعملية عاصفة الوطن، ولا زالت مستمرة عملية عاصفة الوطن إلى إنهاء مهامها بالكامل. مشاهدينا الكرام، العاصمة متواصلة معكم وتتابعون فيها بعد قليل. تحت شعار الجودة ضرورة وليست إضافة، انطلاق المؤتمر الليبي الثاني لطب المختبرات بمصراتة. أهلا بكم مشاهدينا في العاصمة من جديد، حيث شدد قادة الدول العربية على دعم المؤسسات الشرعية الليبية للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة من خلال مصالحة وطنية تحت مظلة اتفاق الصخيرات والحفاظ على وحدة ليبيا. وأكد القادة في بيانهم الختامي وقوفهم الكاملة مع ليبيا لدحر الإرهاب والقضاء على العصابات الإجرامية لما تمثله من خطر على البلاد ودول الجوار وفق البيان. إنهاء المرحلة الانتقالية والخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا، أبرز ما أجمع عليه القادة العرب في القمة 29 المنعقدة بالظهران السعودية، قمة تتزامن مع أزمات عدة تمر بها ليبيا كانت لها تداعياتها على جميع المجالات، تسببت في انقسام طال المؤسسات السيادية في البلاد، ويحمل جانب من المسؤولية فيها إلى دول لطالما دعت إلى التسريع في أنهاء المرحلة الانتقالية، لكن الواقع يظهر عكس ذلك. الإمارات العربية المتحدة كما مصر إحدى الدول التي تورطت في قصف مدينة درنا لأكثر من مرة، يظهر رئيسها عبد الفتاح السيسي على هامش القمة في لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي المقترح فائز السراج، يؤكد خلاله ضرورة إجراء انتخابات كحل نهائي للأزمة في البلاد. دعوة تأتي غداة ما كشفت عنه العربي الجديد عن مشاركة مصرية في استعدادات ميليشيات الكرامة لاقتحام درنا، تدخل مشبوه يؤكده أيضا ما نقلته العربي الجديد عن مصادر برلمانية ليبية أن هناك مستشارين عسكريين مصريين على الأرض في قاعدة لمنودة القريبة من درنا على صلة بالقوة المصرية الخاصة. السعودية مستضيفة القمة أكدت بدورها ضرورة التمسك باتفاق الصخيرات ودعم مؤسسات الدولة الشرعية أساسا لحل الأزمة. وفي الشأن الليبي، إن دعم المؤسسات الدولية مثل الدولة الشرعية
والتمسك باتفاق الصخيرات هما الأساس لحل الأزمة الليبية والحفاظ على وحدة ليبيا وتحسينها من تدخل الأجنبي واجتثاث العنف والإرهاب. غير أن الاتهامات الموجهة للرياض تعكس دعمها لمعسكر الكرامة، فحادثة القبض على 3 من أبناء الزاوية في السعودية، تصريحات أهالي الموقوفين بأنهم سلموا لخليفة حفتر، تؤكد بحسب مراقبين طبيعة التدخل السعودي في الأزمة الليبية. مواقف لطالما أثارت تساؤلات عن المطامع الدولية في ليبيا وانحياز دول لأطراف دون غيرها. تقدم العتاد العسكري من جهة وتدعو لإنهاء الصراع من جهة أخرى، تدعم طرفا في الصراع وتؤكد ضرورة تحقيق مصالحة وطنية شاملة. فهل يؤزم التدخل الدولي الوضع في ليبيا أكثر مما يسرع في حله؟ القمة العربية شهدت عدة تصريحات حول الملف الليبي، حيث أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد في كلمة له أمام القمة العربية أن الجماعات الإرهابية تعيث فسادا في ليبيا، داعيا لمواجهتها بالتنمية الاقتصادية وتجذير ثورة المعرفة. ونحن نكافئ الإرهاب والتطرف اللذين ينهسان جسم الدولة الليبية ويعبثان بوحدة واستقرار ليبيا منذ سنوات عدة. إن كفاح الإرهاب والتطرف والغلو هي عملية معقدة كما تعلمون، وخير وسيلة لنجاحها هي دفع عملية التنمية الاقتصادية ومكافحة الجهل وتفجير ثورة المعرفة والتهذيب والتكوين. هذا وأعلن ملك الأردن عبد الله الثاني استعداد بلاده للمساهمة في رفع كفاءة المنتسبين للمؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا من خلال برامج متطورة للتدريب. وشدد الملك عبد الله الثاني خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج الأحد على هامش القمة العربية بالظهران، شدد على أهمية التوافق بين الليبيين والوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة الراهنة، وجدد دعم بلاده لجهود توحيد الصف وتحقيق الاستقرار في ليبيا وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين بحسب المكتب الإعلامي للسراج. وفي سياق منفصل، حذر وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل مما وصفه بالأجندات الخارجية التي لا تسمح لإرادة الشعب الليبي بالنجاح وفقا للاستراتيجية التي وضعتها الأمم المتحدة. مساهل وفي مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية أكد بأن ليبيا تتعرض لمشكلة التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، وشدد على ضرورة أن يأتي حل الأزمة الليبية عن طريق الحوار بين الليبيين أنفسهم، وخاصة بأنهم يمتلكون المهارات الكافية لذلك. دعا التكتل الاتحادي والفيدرالي كافة القوى الفيدرالية والبرقوية، دعا إلى الاستعداد لمواجهة أي محاولة جدية لتمرير قانون استفتاء لا يلبي أي مطالب لسكان الإقليم بحسب تعبيره. واعتبر الحراكو في بيان له أن التعديلات الحالية في المسودة لا تتضمن شكل الدولة، وبالتالي فهي مرفوضة شكلا وموضوعا لقطع الطريق على مطالب النظام الاتحادي وفق البيان. وأكد التكتل أن الاستفتاء على أي دستور قادم يجب أن يكون لكل إقليم على حدة، باعتبار أن الإعلان الدستوري لا ينص على أن ليبيا دائرة انتخابية واحدة بحسب البيان. طلب أهالي الحربة وتمزين والبدارنة وجريجن والجوش الحكومة المقترحة طلبوها بتحسين الوضع المعيشي والخدمي داخل المنطقة. المطالب جاءت على خلفية زيارة وزير الحكم المحلي بالحكومة المقترحة بداد قنصو رفقة عضو مجلس النواب علي المنطقة علي العيساوي لبلدية الحرابة، اطلع خلالها على تردي الخدمات وأوضاع المرافق الصحية بها.
حقيقة شهدنا كثير من المعاناة اللي يعاني منها المواطن، سواء كان في قطاع الصحة، في قطاع التعليم، في قطاع البنية التحتية، في المياه والصرف الصحي. لكن نحاول بقدر الإمكان تدليل هذه الصعاب. أفاد مدير المكتب الإعلامي بشركة ليبريغا لتسويق النفط أحمد المسلتي بعدم تمكن الشركة من إيصال الوقود لمناطق أوباري وغات ومرزوق. وأوضح المسلتي في تصريح لقناة النبأ بأن الشحنة الأخيرة من الوقود جرى توزيعها على المناطق المؤمنة من برك الشاطئ وحتى سبها. وأشار إلى أن البريغا تواصل الجهود لحل الأزمة عبر التواصل مع وزارة الحكم المحلي والجهات المختصة لتأمين الطرق وضمان وصول الشحنات إلى كافة المناطق. وكان مدير مكتب شركة البريغا لتسويق النفط بسبها عامر العدلي قال في وقت سابق إن حجم كميات الوقود التي وصلت إلى المدينة والمناطق المجاورة لها بلغت نحو 3 ملايين لتر. العدلي وفي اتصال مع النبأ أوضح أن الشحنات التي تأتي تباعا من مستودعات مصراتة توزع وفق إجراءات تضمن الوصول إلى كافة المحطات بسبها ووادي البوانيس وبلديات الشاطئ. وأشار العدلي إلى أن الوضع الأمني خارج المدينة حال دون الوصول إلى باقي مناطق الجنوب خاصة الحدودية منها. هذا ونفت شركة ليبريغا وجود أي أزمة وقود في مدينة مسرطة. وأكد مدير مكتب الإعلام بالشركة أحمد المسلاتي لقناة النبأ توفر وقود البنزين والديزل في كافة المستودعات النفطية بالمدينة. وأوضح المسلاتي أن الشركة ضخت شحنات إضافية من الوقود فضلا عن فتح المحطات لساعات إضافية من أجل تخفيف تزاحم المواطنين على محطات التعبئة. أعلنت بلدية سوق الجمعة انطلاق أعمال لتنفيذ مشروع حديقة 20 رمضان من قبل شركة الخدمات العامة. البلدية وفي منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك الأحد قالت إن أعمال المشروع تتضمن تسوية التربة وصيانة شبكات منظومة الري والإنارة، مشيرة إلى أن البلدية قدمت للحكومة طلبات متعلقة بعدة أعمال ومشاريع داخل نطاقها، إلى أن الموافقة جاءت على هذا المشروع وخصص له مبلغ لتنفيذه. ذكرت وزارة الصحة بالحكومة المقترحة أن فرقا طبية تابعة لعدد من القوافل التي أرسلت إلى مدينة مرزوق أجرت 4263 كشفا طبيا خلال شهر مارس الماضي. ووفقا لتقرير لجنة القوافل الذي نشرته الوزارة على حسابها على فيسبوك، فإن الكشوفات التي أجريت بمستشفى مرزوق العام شملت تخصصات الباطنة والجراحة العامة والأطفال والعظام. في مدينة مسرطة انطلق المؤتمر الليبي الثاني لطب المختبرات تحت شعار الجودة ضرورة وليست إضافة. ويضم المؤتمر الذي يستمر حتى 18 من شهر أبريل الجاري عدة ندوات وورش عمل ومعرضا لتكنولوجيا المختبرات، حيث سيقدم مركز التدريب والتطوير بوزارة الصحة شهادات لإجازات تدريبية بواقع 20 ساعة تدريبية للمشاركين فيها. المؤتمر الليبي الثاني لطب المختبرات بالتزامن مع الاحتفال بالأسبوع العالمي لطب المختبرات. طبعا كان المؤتمر الأول مقيم في مدينة طرابلس بالفترة ما بين 15 إلى 17 أبريل في 2017. بالنسبة للمؤتمر الثاني تم إقامته في مدينة داخل مدينة مسراتة، تنظيم نقابة طب المختبرات الليبية طبعا بالتعاون مع وزارة الصحة ومركز الوطني لمكافحة الأمراض باستضافة كل من كلية التقنية الطبية مسراتة. كما نظمت بلدية مسراتة وغدامس لقاء مشتركا برعاية المنظمة الحرة مسراتة تحت شعار دور المناطق الحرة في التنمية وتعزيز الاستقرار. وتركز اللقاء على رؤية شراكة الماليزية في الاستثمار في الوقود
الحيوي والمشاريع التسوية داخل ليبيا التنموية داخل ليبيا عذرا. كما ناقشت كيفية تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع المجلس البلدي غدامس في إنشاء بعض المشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع المنطقة الحرة مصراتة. تم التنسيق على أساس لقاء وتكامل لتنفيذ وتطوير المنطقة منطقة غدامس وإدخالها ضمن المناطق الحرة وإقامة مشروعات لتطوير هذه المدينة سواء من مشروعات زراعية أو مشروعات سياحية أو مشاريع بنية تحتية بالتنسيق مع شركة بيوناسا الماليزية والتي قدمت مقترح لتطوير هذه المدينة من خلال الوفود الحيوي. شكرا لكم على الاهتمام مشاهدينا الكرام، تابعوا مزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني النبأ دوت تي في وأيضا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نشكركم على طيب المتابعة.